بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير، عاد الله علينا وعليكم اعوام مديده وسنين عديده ان شاء الله بعز ورفاهيه للمملكه العربيه السعوديه ان شاء الله وكل من فيها وللوطن العربي والاسلامي ان شاء الله والعالم اجمع. ما ادري شو اقول لكم، سودوا وجهي. هذه النتيجه انا اتحملها كاملا امام سيدي ولي العهد والجمهور الرياضي، لكن هذه إمكانياتهم. عملنا كل شيء، سددنا لهم مستحقاتهم 3 سنوات، جبنا لهم يعني أفضل طاقم تدريبي. لا حد يقول لي بيزي مش مدرب معروف أو ما عنده قدرات، لكن هذه لعبتنا. جو اليوم وما أدوا ولا 5% من المطلوب منهم، هذه حقيقة لازم نعترف فيها. هذا الجيل وهذا الإمكانيات وهذه قدراتنا، لا نلعب على بعض. وهذا اللي كنت أنا أقوله وكل الشارع وقف ضدي وكل الشارع ما تعود على هالصيغة، لكن هذه الحقيقة. أنا أتحمل كامل المسؤولية بما أني على رأس الهرم الرياضي ورئيس اللجنة الأولمبية. كل اشتغل واجتهد، لا عادل عزة له دخل ولا نواف التمياط ولا عمر باخشوين ولا المدرب. اللي يتحمل المسؤولية أنا واللاعبين، هذا أولا. ثانيا، إحنا لازم نبني جيل. أنا قاعد أجهز خطة الآن وأنا أبغاكم تساعدوني فيها. أقل شيء 1000 شاب سعودي من أعمار 12 إلى 16 سنة لازم نبتعثهم بشكل عاجل. هذا الجيل اللي لازم يروح ويتعلم الاحتراف على أصول. للأسف لما كنت أقول لكم ما في لاعب سعودي حالي يستحق أكثر من 1,000,000 ريال، تعرضت لهجوم كبير في السنة، لكن هذه الحقيقة. هذا إحنا. عرفتوا ليش 7 محترفين والثامن في الاحتياط؟ عرفتوا ليش لما صرنا نقول دوري نجوم؟ هذا السبب. إحنا نبغى جيل نبدأ عام 2022 وجيل نقطف ثمارة 2026 و2030، ولا قاعد أزيف ولا أقول خطط علمية مدروسة. هذا شغل بشتغل فيه، بالتأكيد ما راح أكون موجود 2026 أو 2030، هذا شيء مفروغ منه. لكن أن إحنا كلنا هنشتغل لأجل بلدنا وللأجيال القادمة إن شاء الله. شكرا لكم، وأرجع أقول أنا أتحمل المسؤولية كاملة قدام سيدي ولي العهد والشعب السعودي كله. شكرا لكم.